مساء النور شباب، أنا كل اللي قاعد يتابعوني. طبعا هذا الفيديو هو عبارة عن مقتطف لفيديو أكبر من عنده. رابط الفيديو راح تلاقوه بأعلى يمين الشاشة، الفيديو الأساسي. إذا كان هذا الفيديو مع المعلومات اللي بيه ما كانت كافية بالنسبة لكم وتريدون تتوسعون أكثر بمعلومات مشابهة لهذا الفيديو، فأنا أقرر على الرابط فوق وراح تحصلون على الفيديو الأساسي أو تلقوه أسفل بالديسكريبشن. شوفوا الفيديو. عندنا طبعا العظمات اللي هي الفور ارم الالنا والريديوس. اوكي، عندنا طبعا هذا الالنا. الالنا طبعا هاي الصوره توضيحيه، مجرد توضح يعني، مو كلش واضحه، راح توضح اكثر ان شاء الله بالاستعدادات الجايه. عندنا هذه البروسيس اللي هي الاولوكرينون بروسيس. عندنا هذه التروكليير نوتش اللي هي راح تستقبل التروكليير اوف ذا هيومرس. عندنا طبعا الكورونويد بروسيس، مثل ما قاعدين نشوف هذه الكورونويد بروسيس. هذه الالنر اتيوبروسيتي. اوكي، السوباينيتر كريست اللي هي هاي السوباينيتر كريست مثل ما قاعد نشوف هنا، السوباينيتر فوسا اللي هي صايرة ما بين الالنر تيبروسيتي والسوباينيتر كريست، راح نشوفها بعد شوي بطريقة أوضح. عندنا هنا هسه الانتيرير سيرفيس والانتيرير بوردر، وعندنا البوستيرير سيرفيس. اوكي، هذا البوستيرير سيرفيس والبوستيرير بوردر، وعندنا طبعا هنا راح يكون من اللاترال اللي هو الانتر اوسيوس border. بالنهاية رح يكون عندنا الهيد اوف ذا ألنا واللي يحتوي على الستايلود او الألنر ستايلويد بروسيس بهذا المعنى. نتعرف على صورة اوضح الى ان شاء الله بالاستعدادات الجاية. عندنا هنا عندنا هذا الراديوس، طبعا هذا الراديال هيد. اوكي، هذا الهيد اوف ذا راديوس، هذا النك، هذا الراديال تيوبروسيتي، هذا الانتيرير اوبليك لاين، وهذا البوستيرير اوبليك لاين. هذه ايضا مثل ما قاعد نشوف هذه هنا هي عبارة عن الراديال تيوبروسيتي. طبعا الالنا والريديوس اثنيناتهم عندهم انتيرير بوستيرير بوردر وانتيرير بوستيرير سيرفيس، ولكن يبقى الريديوس. اوكي، الريديوس عنده لاترال سيرفيس بينما الالنا عنده ميديال سيرفيس. الريديوس عنده الانتر اوسيوس بوردر، راح يكون هذا ميديالي، بينما الالنا راح يكون لاترالي حتى يلتقن الاثنين. راح نشوف بعد شويه بصوره تشملهن اثنيناتهن. عندنا طبعا هذا الستايلويد بروسيس. الستايلويد بروسيس مال الالنا ان تكون انحف رقيقه مثل الابره بحيث انه تنكسر بسهوله، وغالبا يعني مثلا من احنا نطلع الاظمه نسوي لها يعني ديسكشن وناخذها على صفحه، عاده يعني تنكسر ما تبقى صحيح. اوكي، فاحنا يعني منشنت في الاناتومي لاب ما شفت ولا النا بالستايلات بروسيس مالته كامله، كل مكسورات. بس ان بالريديوس طبعا الستايلات بروسيس مالته لو نشوف انه هي اسمك فما راح تنكسر بسهوله. وهذه هنا راح تكون الالنر نوتش اوف راديوس. اوكي، الالنر نوتش اوف راديوس يعني هذه راح تستقبل الالنا بهذا المعنى. هذه الارتكيولار سيرفيسز اوف او الانفيريور ارتكيولار سيرفيسز اوف راديوس، راح نتعرف عليه ان شاء الله بالجوينتس مال الهاند. طيب هنا عندنا طبعا بالبوستيريور اسبكت، بالديستال بوستيريور اسبكت. اوكي، او بالبوستيريور اسبكت اوف ذا ديستال اند اوف ذا راديوس، عندنا الدورسال تيوبركل. هذه التيوبركل هنا موجوده الدورسال، نشوف بعد شويه صور اوضح عنها. وعندي هنا فور جروفز. اوكي، فور جروفز راح نشوفها بصوره اوضح. فعندنا طبعا نرجع للالنا شويه. هذا الالنا، هذه الصوره ميديالي. اوكي، من اللاترال اسبكت اوف النا. فنشوف طبعا هذا الانتر اوسيوس بوردر، هذا هو الانتر اوسيوس بوردر، هذا مكمل يعني من هنا هو المفروض يبلش. اوكي، هذا الانتر اوسيوس بوردر من هنا، وهذا التيوبروسيتي اوف النا، هذا التيوبروسيتي اوف النا. هذا شنو بالضبط؟ هذا السوباينيتر كريست. هذه هنا السوباينيتر، خلي ارسم حتى تكون واضحه اكثر. اوكي، هذه السوباينيتر كريست، هذه التيوبروسيتي النر تيوبروسيتي، هذا الانتر اوسيوس. اوكي، الانتر اوسيوس بوردر. هنا هذه راح تكون السوباينيتر فوسا، هذه راح تكون كلها السوباينيتر
فوسه. بهذا المعنى راح نعرف شنو اهميته، شنو وظيفته، وليش قاعد اركز عليها ان شاء الله بالمستقبل. بهذا المعنى عندنا طبعا هذه التروكليير نوت، قاعد نشوف هذا الكورينويد بروسس، وعندنا هذا الاولوكرينين بروسس. بهذا المعنى فهذه الصوره اوضح عن هذه الستركتشرز اللي هي سباينيتري كريست، سباينيتري فوسا، والتيبروستي، وعندنا الانوتيبروستي، والاولوكرينين، والكورينويد بروسس، والتروكليير نوت. صوره اوضح عنني. طبعا عندنا هذه الصوره تجمعني اثنيناتهن مثل ما قاعد نشوف شلون صايرات هنا، هذه هنا راح نشوفها بصوره اوضح بعد شويه. هذه ايضا صوره اوضح قاعد تجمع اثنيناتهن، هذا من يصير له برونيشن، هذا من يصير له سباينيشن. اوكي طيب، عندنا هذه الصوره هنا عن الديستال اند اوف او بوستيرير اسبيكت اوف ذا ديستال اند اوف ذا راديوس. فعندنا طبعا هذه هنا اللي هي الدورسال تيوبركل اوف راديوس، عندنا هذا هنا طبعا هنا كلش واضحه، يعني الصوره كلش واضحه، ولكن مثل ما قاعد نشوف هذه هنا ايضا صورة جيدة. فهذه هنا راح تكون الفيرست سكند تجي هاي دورسال تيوبركل وتكمل الثيرد والفورث جروف اوف ذا سكابيول اوف ذا راديوس. اوكي اوف ذا راديوس بهذا المعنى هذين الجروفز يكون تسميتها من اللاترال للميديال، من اللاترال للميديال، لانه الثمب مثلا هو الفيرست ديجيت، فعلى اساسه راح نمشي نسمي ذني الجروفز. وهذه الالنر نوتس مثل ما قاعد نشوف، وذني هذا الالنا وهذا الريديوس موجودات بجنب بعض. اوكي فنشوف شلون الالنا او سوري الريديوس قاعد يستقبل الالنا او الالنر هيد. طيب عندنا هنا هذه من الانفيريور فيو، اجينا احنا قطعنا الارم يعني منتصف الارم قطعناها، فهذا راح يكون البوستيرير وهذا راح يكون الانتيرير، هذا راح يكون الميديال سيرفيس او الميديال، وهذا راح يكون اللاترال اسبيكت. فانا قاعد اشوف مين من الانفيريور فيو. ف طبعا مثل ما قاعد نشوف انه هنا الالنا عنده posterior border وعنده posterior surface، والradius ايضا عنده posterior border وعنده posterior surface. ايضا الالنا والradius اثنيناتهن عندهن anterior surface وعندهن anterior border بهذا المعنى، ولكن الالنا عنده medial surface والradius عنده lateral surface، وبنفس الوقت الريديوس يرتبط مع الألنا بشيء اسمه الانتر اوسيوس ممبرين، اللي هو هذا الانتر اوسيوس ممبرين اللي هو هذا فايبرس جوينت. اوكي تعرفنا عليه بالجنرال اناتومي. فالانتر اوسيوس بوردرز بالنسبه للريديوس راح يكون ميديالي للميديال، بينما للألنا راح يكون لاترالي يعني بالجهة اللاترال. بهذا المعنى هذه الصوره صراحه جدا لطيفه، توضح الألنا والريديوس شلون مترتبات بطريقه جدا لطيفه. عندنا طبعا هذه هنا طبعا هذا الاولوكرينين بروسيس قاعد يستقبله الهيوميرس بالاولوكرينين فوسا مثل ما قاعد نشوف، وهذه هنا الراديال فوسا مثل ما نشوف هنا، وهذه ايضا عندنا الكورينويد فوسا اللي قاعد تستقبل الكورينويد بروسيس اوف ألنا، وهذه الراديال فوسا تستقبل الراديال هيد. اوكي بهذا المعنى هذه الصوره لطيفه. هذه الميديال ابيكونداي، دائما نركز ان الميديال ابيكونداي تكون بروميننت اكثر من اللاترال ابيكونداي، وهنا يجي الالنر نيرف راح تعرف عليه ان شاء الله خلال المحاضرات القادمه. طبعا مثل ما قلت لكم انه هذا مو الفيديو الكامل، الفيديو الاساسي حتلقون الرابط مالته اسفل بالدسكربشن، ولا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب، واشتركوا اكو قناة تليجرام جوات قدرون تشتركون بها بالدسكربشن بوصف الفيديو، قدرون تشتركون بها انشر بها المعلومات اللي تكون بشكل سريع، يعني مو الا اسوي عليها فيديو وينتظر الفيديو يمكن مدة يومين او ثلاثة يلا ينشر، فالمعلومات تكون سريعة، ويعني غالبا انه المعلومات تكون وقت الامتحانات ايش لما ما يكون عندي وقت، فانشر على قناة التليجرام. ان شاء الله اشياء تعجبكم دائما سواء كان بقناة اليوتيوب ولا قناة التليجرام، فاشتركوا بقناة التليجرام حتى يوصلكم كل جديد سريع. نلتقي بفيديو آخر.